بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف أهل العربية في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات. فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحاً. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد رحمهم الله، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. هذا قول. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، كما أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، كذلك الحج لا يصح قبل أشهر الحج. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله: الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به رحمهم الله. ورواه ابن مردوية رحمه الله في تفسيره من طريقين: عن حجاج بن أرطاه، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي رضي الله عنه: من السنة كذا،
في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرًا للقرآن، وهو ترجمانه، أي هو مفسر القرآن، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه التأويل. وقد ورد فيه حديث مرفوع، قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الباقي ابن قانع، حدثنا الحسن ابن المثنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يُسأل: أيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف من قول جابر رضي الله عنه أصحُّ وأثبتُ من المرفوع. ويبقى حينئذٍ مذهب صحابيٍّ يتقوى بقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يُحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. فلا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقوله تعالى: أشهر المعلومات، قال البخاري رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: هي شوال الذي بعد رمضان، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج شوال الذي بعد رمضان، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم، رواه ابن جرير رحمه الله موصولًا: حدثنا أحمد ابن حازم ابن أبي غرزة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيح، وقد رواه الحاكم رحمه الله أيضًا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره، وقال: على شرط الشيخين، أي البخاري ومسلم رحمهم الله. قلت: وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء ومجاهد، وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان رحمهم الله، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم رحمهم الله: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن الإحرام بالحج لا يكون إلا في أيام الحج. فالقول الأول
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. القول الأول عشر من ذي الحجة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، وجاء فيه حديث مرفوع ولكنه موضوع أي مكذوب، رواه الحافظ بن مردوية من طريق حسين بن مخارق وهو متهم بالوضع. هذا الراوي متهم بأنه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن في سنده راو كذاب فلا يصح، وهذا كما رأيت لا يصح رفعه، لأن ليلة المزدلفة إذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف، فالحج لا يكون إلا في شوال، الإحرام بالحج في شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. وأهم الأركان الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة إذا طلع الفجر ليلة المزدلفة انتهى وقت الوقوف. وها نعم، وفائدة مذهب مالك رحمه الله أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله رحمه الله: الحج أشهر المعلومات ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير رحمه الله: إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمر الحج قد انقضى من قضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال: كانوا لا يرونها تامة. قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب بإحرامه حجا، أي أحرم بالحج، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. إذا أحرمت يجب عليك أن تكمل، وقال علي بن أبي طلحة. وقوله: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه، أي إتمامه. قال ابن جريج قال ابن جرير رحمه الله: أجمعوا على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام،
يعني أحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج وجب عليه أن يكمل. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم رحمهم الله. فرض أي أحرم. وقال ابن جريج رحمه الله: أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض، أي عليه أن يكمل الحج. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك، يعني إذا أحرم بالحج عليه أن يكمل. وقال طاووس والقاسم بن محمد رحمهم الله والتلبية، أي إذا لبى وأحرم. وقوله تعالى: فلا رفث، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به أي بالجماع بحضرة النساء. فإذا أحرمت يحرم عليك الجماع والتقبيل والمباشرة والملاعبة وغير ذلك. إذا أحرمت بالحج اجتنب زوجتك حتى تكمل النسب. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعًا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الرفث إتيان النساء، أي الجماع، والتكلم بذلك، التكلم بالجماع، الرجال والنساء، يعني إذا أحرموا يجب أن يحذروا ذلك. الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم أي بالجماع، لا يتكلم المحرم سواء كان رجل أو امرأة بالجماع. قال ابن وهب رحمه الله: وأخبرني أبو صهر عن محمد بن كعب رحمهم الله مثله. فالمحرم لا يجامع ولا يتكلم بالجماع ولا يقبل ولا يباشر حتى يتم نسكه. قال ابن جرير رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل لم يذكر اسمه عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدو، يعني يتكلم بالشعر وهو مسافر وهو محرم، وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسا، يعني الرواحل، إن يصدق الطير ننل نميسا، يعني نجامع الزوجة. ولكن قال أبو العالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء، أي بحضرة النساء. ورواه الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. ولكن ينبغي المحرم لا يتكلم بما يتعلق بالجماع. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا ابن أبي عدي عن عون حدثني زياد بن حسين حدثني أبي حسين ابن قيس قال: أصعدتم ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلوي ذنب البعير وهو يرتجز ويقول: وهن، أي الإبل، يمشين بنا هميسا،
إن يصدق الطير نلى النميسة، يعني نجامع المرأة. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء، يعني بحضرة النساء. على كل، ينبغي للمحرم أن يتجنب الكلام حول الجماع. وقال عبد الله بن الطاووس عن أبيه: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. قال: الرفث التعريض بذكر الجماع، وهو العرابة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، وهو التعريض بذكر الجماع، وهو محرم، لا يتكلم حول الجماع وهو محرم. وقال الطاووس: هو أن تقول للمرأة: إذا حللت أصبتك، أن لا يجوز للمحرم أن يقول للمرأة: إذا تحللت من الإحرام وجامعك، لا يقول هذا الكلام وهو محرم. وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. فالمحرم لا يتكلم بالجماع، ولا يقبل، ولا يباشر، ولا يعرض بالجماع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وابن عمر رضي الله عنهما: الرفث غشيان النساء. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية وعطاء ومكحول وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم رحمهم الله. فلا يجوز للمحرم أن يتكلم بما يتعلق بالجماع في حالة الإحرام. وقوله: ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق. قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي المعاصي. الفسوق المعاصي، فالمعاصي محرمة دائما، وفي حالة الإحرام التحريم أشد. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان رحمهم الله. فالمعاصي محرمة دائما، وفي حالة الإحرام أشد. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيد أو غيره. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. المعاصي محرمة دائما في الحرم والإحرام، وفي حالة الإحرام أشد. وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب، السب فسق. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسن، وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. إذا سببت أخاك المسلم فقد فسقت معصية، وإذا قاتلته فقتال المسلم كفر. ولهذا رواه هنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن يزيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فعلى المسلم
أن يطهر لسانه من السب والكلام الفاحش. وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه، ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه رحمهم الله. فعلينا أن نحذر المعاصي دائماً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله: الفسوق هاهنا الذبح للأصنام. الذبح للأصنام كفر، الذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: أو فسقًا أهل لغير الله به. فالذبح لغير الله شرك والعياذ بالله. وقال الضحاك: الفسوق التنابذ بالألقاب، أن تنبذ أخاك المسلم باللقب الذي يكرهه. والذين قالوا الفسوق هنا هو جميع المعاصي، معهم الصواب. جميع المعاصي محرمة دائماً، وفي حالة الإحرام أشد، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهياً عنه. الظلم محرم دائماً، وفي أشهر الحج وفي أشهر الحرم أشد تحريماً، وإن كان في جميع السنة منهياً عنه الظلم، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد أي أشد. ولهذا قال: منها أي من أشهر السنة أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أشهر الحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. والمعاصي محرمة في كل سنة، وفي هذه الأشهر أشد. ولهذا قال تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالمعاصي. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد الظلم في حرم الله، الله تعالى ينتقي يعذبه. والظلم محرم في كل مكان، ولكن في حرم الله أعظم وأشد. واختار ابن جرير رحمه الله أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك، كما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وما ذكرناه أولى. يعني الفسوق جميع المعاصي، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والقبول والتوفيق، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيه قولان: أحدهما لا ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح، كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدًا رحمهم الله يقول: ولا جدال في الحج، قد بيَّن الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله: ولا جدال في الحج، قال: لا شهر ينسى أي يؤخر، ولا جدال في الحج، قد تبيَّن. ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمَّهم الله به. كان المشركون يلعبون في الأشهر، إذا جاء شهر حرام يحلونه ويجعلون شهر آخر بدله مكان، فالله حرم ذلك. والأشهر الحرم هي الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، لا يقدم ولا يؤخر.
وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد رحمهم الله في قوله عز وجل: ولا جدال في الحج، قال: قد استقام الحج فلا جدال فيه. وكذا قال السدي رحمه الله. وقال هشيم: أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جدال في الحج، قال: المراء، الجدال المراء، المراء في الحج، الجدال هو المراء، لا 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 جدال في الحج. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله، قال مالك رحمه الله: قال الله تعالى: ولا جدال في الحج، فالجدال في الحج. والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى، والله أعلم. كانت قريش في الجاهلية يحجون ولكن لا يقفون بعرفة، يقفون بالمزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، فالله عز وجل أمر بالوقوف بعرفة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، فلا جدال في الحج. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم عليه السلام، فقطعه الله، أي هذا الجدال، حين أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالمناسك. وقال ابن وهب رحمه الله عن أبي صخر عن محمد بن كعب رحمهم الله قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، فالله نهى عن الجدال. وقال حماد بن سلمة رحمه الله عن جبر بن حبيب رحمه الله عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم اليوم، فلا جدال في الحج. وقد اختار ابن جرير رحمه الله مضمون هذه الأقوال، وهو قطع التنازع في مناسك الحج. والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة، فلا ينبغي للحجاج أن يتخاصموا فيما بينهم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن بيان، حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ولا جدال في الحج، قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه، يعني أن تجادل صاحبك حتى تغضبه، فلا تفعل هذا في الحج، لا تجادل وتخاصم. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الجدال، قال: المراء، تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسم والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول وعمرو بن دينار والسدي والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان رحمهم الله. فلا تخاصم أخاك في الحج وفي غيره، أنت في عبادة لا تتخاصم. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جدال في الحج، قال: الجدال المراء والملاحات حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: ولا جدال في الحج، قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الجدال السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب
عن يونس عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات، كل هذا لا ينبغي للحاج وكل مسلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله، وروى عن ابن الزبير رضي الله عنهما والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب رحمهم الله، قالوا: الجدال المراء. وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة رحمهم الله: ولا جدال في الحج، والجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب، أي تطلب السماح مملوكا فتغضبه، إلا أن تستعتب أي تلوم مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك إن شاء الله. يعني المملوك إذا أخطأ يجوز أن تلومه. قلت: ولو ضربه لكان جائزا سائغا. يعني المملوك إذا أخطأ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا، حتى إذا كنا بالعرج اسم مكان، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست أسماء رضي الله عنها إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر، أي الناقة التي تحمل المتاع، وزمالة رسول الله أي التي تحمل المتاع واحدة مع غلام أبي بكر، وكانت تلك الناقة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر رضي الله عنه ينتظره، أي ينتظر الغلام إلى أن يطلع عليه، فاطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، ضيعته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بعير واحد تضله. فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصلح. أن أنكر عليه إنكارا خفيفا. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله من حديث ابن إسحاق. ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، كهيئة الإنكار اللطيف، أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم. ينبغي للمحرم أن يلزم الأدب ويحذر السب والشتم وغير ذلك. وقد قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده، لم يسب أحد ولم يؤذي أحد. فعلى المسلم أن يحذر الظلم والسب والشتم والكلام الذي لا ينبغي دائما وأبدا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى،
تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزواد أزودة، يعني لا يأخذون معهم ما يأكلون، يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا، فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. ينبغي للحاج أن يتزود ولا يكون عالة على الناس. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة رحمهم الله قال: إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة رحمهم الله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وقد روي هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وما يرويه ابن عيينة أصح. قلت: قد رواه النسائي رحمه الله عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس يحجون بغير زاد، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما حديث ورقاء رحمه الله فأخرجه البخاري رحمه الله عن يحيى بن بشر عن شبابه، وأخرجه أبو داود رحمه الله عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي عن شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورواه عبد بن حميد في تفسيره رحمه الله عن شباب به رحمه الله. ورواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من حديث شباب به رحمهم الله. وروى ابن جرير وابن مردويه رحمه الله من حديث عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن السوق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها، واستأنفوا زاداً آخر، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق، شيء من الزاد. وكذا قال ابن الزبير رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان رحمهم الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك، أي من المأكولات. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير رحمهم الله وتزودوا، قال: الخشكنانج والسويق، يعني نوع من الطعام يسمى الخشكنانج. وقال وكيع أيضا: حدثنا إبراهيم المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشترط على من صحبه الجوزة، شيء من الطعام، وفي نسخة الجودة، يعني الطعام الجيد. وقوله: فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا
أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها. تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما قال تعالى: وريشًا أي زينةً ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدًا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خيرٌ من هذا وأنفع، لزوم تقوى الله جل جلاله. قال عطاء الخراساني رحمه الله في قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى، يعني زاد الآخرة، الإيمان والعمل الصالح والطاعات. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا عبدان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. الذي يتزود في الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة ينفعه ذلك في الآخرة. اللهم وفقنا لطاعتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: لما نزلت هذه الآية وتزودوا، قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله، ما نجد زادا نتزوده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزود ما تكف به وجهك عن الناس، يعني ما تأكله وتستغني به ولا تحتاج إلى الناس، وخير ما تزودتم التقوى. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. علينا أن نتقي الله ونحذر المعاصي ونحافظ على الواجبات والطاعات. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اللهم اهدنا واعف عنا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ اسم سوق، ومجنة اسم سوق، وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتحرجوا أن يتجروا في المواسم، يعني كرهوا أن يتجروا في مواسم الحج، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، إذا أديت المناسك لا بأس أن تتجر بما أباح الله. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور رحمهم الله وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم. فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية: إذا أديت المناسك لا بأس أن تتجر بما هو مباح. وروى أبو داود رحمه الله وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. إذا أديتم المناسك لا بأس أن تطلبوا فضل الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج، كان يقرأ في مواسم الحج. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن أبيه عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. لعل هذا تفسير. ورواه عبد بن حميد رحمه الله عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. يعني قوله في مواسم الحج هذا كالتفسير، ليس في نفس الآية. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا شباب بن سوار، حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. وهذا موقوف، أي من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قوي جيد. وقد روي مرفوعاً. قال أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن أسباط، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نكرى، يعني نؤجر البعير، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف أي العرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج، إذا أديت المناسك لا بأس أن تتجر. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا قوم نكرى، يعني نؤجر جمالنا وغيرها، ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون أي الجمار كما يرمون؟ قال: بلى. قال: فأنت حاج؟ ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم، إذا أديت المناسك لا بأس أن تتجر. ورواه عبد بن حميد في رحمه الله في تفسيره عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث ابن حذيفة عن الثوري مرفوعاً، وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعاً أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عباد بن العوام
عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا أناس نكرى، يعني نؤجر إبلنا وغيرها في هذا الوجه إلى مكة، وإن ناسا يزعمون أنه لا حج لنا، فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقفون المناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل الذي سألت، فلم يدري ما يعود عليه، أو قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج، إذا أديتم المناسك لا بأس أن تتجروا. وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني طليق بن محمد الواسطي، حدثنا أسباط هو ابن محمد، أخبرنا الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا قوم نكرى، فهل لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف أي عرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدري ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا مندل عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ يعني كانوا يتجرون في الحج. وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إنما صرف عرفات، حصل التنوين من عرفات، وإن كان علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف أي نون، اختاره ابن جرير رحمه الله. وعرف موضع الموقف، مكان الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، يعني أعظم الأركان الوقوف بعرفة. وأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، يعني ليلة المزدلفة، فقد أدرك. وأما إذا وصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر فاته الحج ويتحلل بعمرة. فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة المزدلفة فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني إذا رمى الجمار يوم النحر ورمى يوم 11 ورمى يوم 12، فإذا رمى الجمار بعد الظهر يوم 12 وأراد أن يتعجل لا بأس عليه، بقي نصف يوم من 12 وبقي يوم 13. ومن تأخر أي كمل وتم يوم 12 ورمى يوم 13 فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة من الظهر يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع
بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، يعني ليلة النحر، فقد أدرك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس ابن حارثة ابن اللام الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي، أي أتعبت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي الفجر يوم ليلة المزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، فقد تم حجه وقضى تفث. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي رحمهم الله. ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق رحمه الله، أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عرفة.